عندي في يدي قطعة ثلج فيها مادة سحرية ترجع البشرة شباب، تمسحونها على الوجه كل يوم وتشوفون الفرق. فجربوها الحين شهر كامل، كل يوم تمسحونها على الوجه وبتشوفون على آخر الشهر يرجع وجهكم شباب. الحين براويكم شلون تسوونها. الخطة الجهنمية تتطلب الخروج إلى الحديقة مع سكين، وناخذ المكون الرئيسي للخلطة. أول شيء نبحث عن نبتة الصبار، هذه هي نبتة الصبار، وندور واحدة تحسون لما تهوسون عليها تحسون في داخلها جل كافي، ونقصها من الأساس، ننقصها بالسكين ونطلعها بهالطريقة. فتشوفون هني النبتة واضح داخلها الجل، ولكن أيضا أول ما نقطفها بيطلع منها كأنه سائل لونه أصفر على بني. هذه ما نحتاج أن ننتظره يخلص كامل. هاي واحدة ثانية أيضا لقيتها، لما أضغط عليها المفروض أني أنا أحس أن في داخلها جل، فهذه شوفوا غليظة شوي، شوفوا السائل البني اللي يطلع منهم، هذه هو السائل اللي ما نحتاجه. فننتظر شوي لما كله يخلص بعدين نبدأ شغلنا. نبتة الصبار أو الألوفيرا من أسرع وأسهل الطرق إلى الجمال والشباب الدائم، وتزرع بكل سهولة في محيطنا، لكن للأسف قليلين جدا اللي بيستغلون هذه الثروة المحلية، وبالعكس نروح نصرف فلوس على جمال في أماكن ثانية وإحنا عندنا هذه يزرع في حديقتنا. الطريقة اللي بوريكم إياها جدا سهلة، حتى على يوتيوب تلقون طرق كثيرة لاستخلاص أو استخراج الجل من داخل. الطريقة اللي أنا أحب أستعملها، بس نتخلص من آخر 3 إنش تقريبا ونخلي عندنا هذه، يصير حتى تقصرونه عشان يسهل استخلاصه، وبعدين بكل سهولة بس نقص الألوفيرا بالنص بأي طريقة تحبونها، يصير كأنه عشان يصير جزئين بالضبط بالنص. والحين لما تفتحونه تشوفون أنه مليان جل من داخل، هذه الجل اللي حين بنستخرجه عشان نستخرج. فالحين بالملعقة أبدأ أستخرج الجل، فتشوفونه واضح يطلع وأحطه كله في الصحن، فتشوفون أن هي كأنها المادة كأنها بياض البيض شوي، كأنها فيها جل، تحسون فيها الجل واضح، هذه هو اللي نحتاجه. ولو كنتوا بتذوقونها عشان تحسون طعمها في مرورة، طعم مر جدا غير مستساغ ولكن جدا مفيد لك. نسيت أقول لكم بعد أن إذا اللي خدتوها فيها وايد شوك لازم نقصوا الشوك من الأطراف، لأنه يصير أسهل علينا بعدين المسك والاستخراج. وعشان تتأكدون أن المستخلص يكون صافي، أهم شيء أنه ما يطلع معاه أي شيء أخضر من النبتة نفسها، بس الجل، فتشوفونه تتأكدون ما في أخضر. فالحين تشوفون صار عندنا ألوفيرا جل بهالطريقة صافي بدون أي شيء من الأخضر، ونحطه كله في الخلاطة ونبدأ نخلطه بدون أي إضافات، فقط ألوفيرا جل صافي. تشوفونه لما تخلطونه يصير كأنه حليب تقريبا، وهذا يكون شكل الخليط النهائي، من كثر ما خلطناه صار كأنه حليب، بس أنا ما ضفت لأي إضافات فيصير خالص. والحين أبدأ بس أصب منه في قوالب الثلج، في ناس يحطونهم في القوالب الكبيرة، أنا أفضل هذه الصغار عشان ما يصير حجمهم عود وايد، يعني في ناس تحب تحطهم في القوالب الكبيرة، أنا أفضل هذه الصغار لأن الاستخدام واحد، يعني ما يحتاج كمية أكبر من كذي، بس على راحتكم. فهذه الحين تحطونه في الفريزر إلى أن يجمد، وبعدين لما يجمد تحطونه في كيس من هذا الشكل، هذه أنا مسويتها من قبل فيصير شكلهم كذي، فيصير شكلهم بهالطريقة وجاهزين للاستخدام، كل واحدة حق استخدام واحد. وهذه مفعولها جدا قوي، لان اولا هي ألوفيرا جل خالص، ولكن لانها بارده ايضا مفعول الثلج ايضا فيه منشط. فنرجع مره ثانيه على نفس الطريقه، تكون هي ثلجة تحطونها كل يوم، يفضل يكون الصباح في اي مكان تحتاجون، حتى تحت العين. وطبعا لما تبتدون تحطونها على الوجه، الحراره الوجه هي بتبدا تذوبها، فطبعا بيصير ماء، ولكن بعد شوي بيبدا ينشف كجل. لها مفعول جدا قوي حق تحت العين، خاصة إذا في أي نوع من الانتفاخات تحت العين أو أي بثور أو أي مشاكل جلدية حتى الشجاعي. إجابة على بعض الأسئلة، كم مرة في اليوم؟ عادة ينصحون بمرة واحدة في اليوم، ولكن ممكن أن تتمرر تحت العين، في ناس تسألني ممكن حوالين العين، ممكن عادي. بعد ما ينشف، بعد ما نحطه كله بينشف، وبعد شوي بيصير كأنه جل كأنه ماسك، فتخلونه وتقعدون فيه على كيفكم. وعشان نشيله بعدين عن الوجه، ناخذ منشفة صغيرة مثلا نحط فيها ماء دافي
وبس نمسحها عن الوجه. بعدين تحطون اي كريمات انتم تستعملونها عادية. في ناس تقول ان هي ما عندها صبار في حديقتها، تروحون اي محل زراعة يعطيكم نبتة صبار، او حتى تشترون بس تقصصون الصبار من عنده تشترونه، لان انتم تحتاجون كمية في البداية، بتسوونها كلها في الخلاطة بعدين بتسوونها ثلج، فهذه يكفيكم ايام كثيره، فسووا كميه عوده. يعني في ناس تسال الا هل ممكن يكثر الشعر اللي في الوجه، وهذا غير صحيح، لان هي ماده مغذيه للبشره ما بتزيد الشعر اللي في الوجه، ولكن ممكن تكون علاج ايضا للرجال لزياده كثافه اللحيه عندهم، ولكن للنساء ما بيزيد الشعر، لا تخافون. في ناس تقول لي تبي خلطه مشابهه للشعر، موجوده على يوتيوب، انا سويت حلقه من قبل عن الصبار للشعر، شوفوها هناك، خلطتها مع زيت جوز الهند ممتازة. في ناس قاعدة تسألني إن هل ممكن أحطه وأروح في الشغل مثلا كروتيني الصباحي، ما يصير، هو كأنه ماسك، فبعد فترة بينشف وبيتقشر كأنه، يعني لازم تستعملونه كماسك ينحط على الوجه للرجال أو النساء حتى، أو أي مكان ثاني في الجسم، مثلا إذا في بثور ولا آثار حروق يتخلص منها، ولكن بعدها ضروري إنه ينمسح بالطريقة اللي تحبونها. أنا أفضل منشفة فيها ما يدافي، ولكن طريقة المسح على راحتكم. في ناس تقول إن ما تعجبها ريحته، إذا ما خدتي شيء من الخضار أو ما خدتي شيء من هذه المادة البنية اللي قلنا مفروض تطلع كامل، تقل الريحة. سؤال عن نوعية الصبار، هذه هو الصبار اللي احنا نستخدمه عادة، هل ممكن تستخدمون أنواع ثانية من الصبار؟ لا، لازم يكون ألوفيرا، اسمه ألوفيرا. في ناس تسأل إن هل ممكن نضيفه للعصير الحين هو كسائل أو حتى كثلج، والإجابة هي نعم، في ناس كثير تضيفه للعصير، بس طعمه شوي غير، ولكن يستخدمونه كمعالج في كثير من المصحات مثلا، أو حتى في أماكن العصير في الدول الغربية يحطوا منه كمية صغيرة عشان ما تحسون بالطعم فيه. برجع على سؤال الصبار، لأن وايد قاعد تسأل تيني عليه أسئلة. بالعربي إحنا نسمي كل شيء صبار، ولكن بالإنجليزي الأنواع تختلف، لازم يكون ألوفيرا. ففي أنواع نبتة الصبار اللي كأنها مدورة كذي وبعدين فيها شوك، هذه كلش لا، يعني لازم يكون هذه النوع. الحين حق النتائج نقطة جدا مهمة، لأن في ناس تجرب يوم يومين عقب تقول لي ما صار شيء، تحتاجون وقت، فجربوا شهر كامل على الأقل وبعدين قرروا. فعندنا بكل سهولة بين يدينا شيء يزرع جدا ببساطة في منطقتنا، ونروح ندور بعيد عن الجمال. وطبعا كالعادة هذه الحلقة بتنزل على يوتيوب، فأرسلوها لكل الأشخاص اللي تحبونهم اللي تتمنون لهم الجمال، وإذا شفتوها على يوتيوب حطوا لها لايك واشتركوا في القناة.